بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعلى الله نتوكل. وبعد، مع حضراتكم الأستاذ الدكتور يوسف حسين، أستاذ التشريح وعلم الأبنة في سلسلة منهج التشريح وعلم الأبنة. إن شاء الله حديثنا اليوم على Development of the Placenta، المشيمة. أولا لازم نعرف أن البلاسينتا دي عبارة عن ديسك هايلي فاسكولر. إيه أجزاء البلاسينتا؟ البلاسينتا عبارة عن جزئين، جزء جاي من الأم اسمه ماترنال بارت، وجزء جاي من الجنين اسمه فيتال بارت. الفيتال بارت اسمه كوريون فرونديزم، اللي هو ده كده كوريون فرونديزم، والماترنال بارت اسمها ديسيدوا بيزاليس. هي الديسيدوا يا جماعه، الديسيدوا هي عباره عن اندومتريوم اوف ذا يوترس افتر فيرتلايزيشن اند امبلانتيشن. يبقى الاندومتريوم بعد الفيرتلايزيشن تلقيح وامبلانتيشن عمليه الغرس ما عادش اسمه اندومتريوم، ما عاد اسمه ايه؟ اسمه ديسيدوا، من حته اسمها بيزاليس، ونعرف الباقي ان شاء الله فيما بعد. البلاسينتا هي ذا اونلي اورجان، العضو الوحيد اللي بيتكون من شخصين، حته جايه من الام اسمها ديسيدوا، وحته جايه من الجنين اسمه كوريون فرونديزم. يعني العضو الوحيد اللي بيشارك فيه اثنين، الام والجنين. ايه هي الديسيدوا؟ ديسيدوا هو الاندومتريوم. طب ليه سمى الاندومتريوم ديسيدوا؟ لانه حصل فيه تغيير كلي وجزئي. شوف اول تغيير، الاندومتريوم اصبح ثيك اند مور فاسكولر، اول حدث. اثنين، اصبحت الاندومتريال جلاند هايلي تورشوس اند فيلد وذ سكريشن، مليانه بافرازات. ظهرت خليه جديده اسمها ديسيدوا السيل، ودي ما بتظهرش الا مع بريجننس. يبقى الكاركتر ده بتاعت الاندومتريال لما اتغير اصبح الاندومتريال اسمه ديسيدوا، اصبح سك هايلي فاسكولر، الجلاند هايلي تورشوس مليانه بسكريشن وفيها ديسيدوا. ايه اجزاء الديسيدوا؟ ثلاث اجزاء. اول جزء ديسيدوا بيزاليس، اللي هي بين البلاستوسيست، بين الجنين وبين المايوميتريا، جدار الرحم، اسمها ديسيدوا بيزاليس، بين الجنين وبين جدار الرحم. ديسيدوا كابسولاريز، اللي هي بتغطي الجنين، والجنين دلوقتي اسمه بلاستوسيست. ثم ديسيدوا برايتاليز، اللي هي بتبطن باقي جدار الرحم. الديسيدوا كابسولاريز اللي هي بين البلاستوسيست اللي هو الجنين وبين جدار الرحم، دي هي اللي هتشارك في تكوين البلاسينتا. الديسيدوا كابسولاريز اللي بتغطي الجنين، الديسيدوا برايتاليز اللي هي بتغطي جدار الرحم، الاثنين دول هيختفوا ديس ابير وذ ذا بريجننس، مع تطور الحمل هيختفهم الكابسولاريز اند برايتاليز. يبقى لا تستمر فقط هي البيزاليز علشان تشارك في تكوين البلاسينتا. ده الجزء من الام اللي هي الديسيدوا بيزاليز. الجزء من الجنين اللي هو عبارة عن كوريون فرونديزم. طيب الأول، إزاي الكوريون فيلاي اتكونت؟ Development of the كوريونيك فيلاي. ده كده بالأول خالص عبارة عن الكوريونيك فيزيكال، وده في نهاية الأسبوع الثاني، وده عبارة عن بلاستوسيست، اسم جديد للجنين اسمه كوريونيك فيزيكال، جواه كافيتي اسمها كوريونيك كافيتي. الجدار بتاعه اسمه كوريون، يبقى الكوريون هو جدار الكوريونيك فيزيكال. ايه هي الكوريونيك فيزيكال؟ ده اسم الجنين في نهايه الاسبوع الثاني، اسمه كوريونيك فيزيكال. هذا الجدار عباره عن ثلاث طبقات من الخارج الى الداخل، احفظهم معايا بقى بالراحه. واحد، سنسيتيوتروفو بلاست، سيتوتروفو بلاست، اكسترا امبريونيك ميزوديرم. يبقى جدار الكوريونيك فيزيكال، ايه هو الكوريونيك فيزيكال؟ ده الجنين في نهايه الاسبوع الثاني عباره عن ثلاثه لير
من بره لجوه، واحد سينسيتيو تروفوبلاست، اتنين سيتو تروفوبلاست، تلاتة اكسترا امبريونيك ميزوديرم. ارجو ان انت تحفظ الثلاث كلمات دول، لان هم دول اللي هيوصلوا معانا في تكوين الكوريونيك فيلاي. الكوريونيك فيلاي يا جماعه تمر في ثلاث مراحل. اول مرحله برايمري كوريونيك فيلاي. احنا قلنا الكوريون عباره عن ثلاث طبقات، سينسيتيو تروفوبلاست، سايتو تروفوبلاست، اند اكسترا امبريونيك ميزوديرم. اللي حصل بالظبط، السينسيتيو تروفوبلاست عملت بروجكشن، فينجر لايك بروجكشن، افتح صوابعك كده بتاعت الهند زي صوابع الهند اهو، فينجر لايك بروجكشن، ده سينسيتيو تروفوبلاست. اما السايتو تروفوبلاست حصل فيها بروليفريشن اند مايجريشن جوه السينسيتيو تروفوبلاست، جوه السينسيتيو تروفوبلاست. اذا اصبحت البرايمري فيلاي ده قطاع عرضي عباره عن حاجتين، سينسيتيو تروفوبلاست وجواها سايتو تروفوبلاست. طبعا الصوابع بينهم من بعضها فراغات، هذا الفراغ اللي بين الصوابع ده اللي هي الفيلاي دي اسمها تروفوبلاستيك لاكونا. يبقى الفيلاي ار سيبريتد فروم ايتش اذر باي سبيسز اسمه تروفوبلاستيك لاكونا. طبعا الليكونا دي هتتملي، سنسيتيو تروفوبلاست ليها كاركتر خطير جدا، ليها فاجوسيتك اكتيفيتي، تلتهم لحوم البشر، اكلت لحوم البشر، هتقعد تاكل في جدار الرحم لغايه لما تقابل الماتيرنال ساينوسويد اللي هو البلاد فيزل اوف ذا يوتراين وول، يوم يحصل نزيف جوه الانتر فيلاس سبيس، الفراغ اللي بين الفيلاي هيتملي بدم الام ماتيرنال بلاد. يبقى الفيلاي هو عباره عن هذا الفيلاي اصلا سيبريتد فروم اتش اذر باي سبيس اسمه لاكونا، لغايه دلوقتي الامور سهل. هذا اللاكونا هتتملي بماتيرنال بلاد، جه منين الام؟ دم الام ده كده نتيجه ايروجن اوف ذا يوتراين فيزلي باي سينسيتيو تروفوبلاست. سينسيتيو تروفوبلاست هتاكل اليوتراين فيزل، هيتجمع الدم في الفراغ بين الفيلاي وبعضيها، ده كده اسمه انتر فيلاس لاكونا او تروفوبلاستيك لاكونا. دي صوره ليها، ادي سينسيتيو تروفوبلاست عماله تاكل تاكل تاكل، اما اتقابلتها ايه؟ ماتيرنال ساينوسويد، أم حصل منها بليدنج، هذا الدم اتجمع فين؟ في تروفوبلاستيك لاكونا اللي هو السبيس بتوين ذا فيلاي. أصبح هنا كده حصل دم، هذا الدم بسميه يوترو بلاسنتال سيركيوليشن، يوترو بلاسنتال سيركيوليشن، في كونكشن بين دم الأم ودم الجنين، لكن هذا الكونكشن اندايركت كونكشن. ليه؟ لانه مفصول بحاجه اسمها بلاسنتال بارير. نقرا قصه كده، قالوا تروفوبلاستيك لاكونا ماشي، هذه اللاكونا ظهرت بين الانتر بين الكوريونيك فيلاي ابيرد ان ذا سينسيتيو تروفوبلاست. طبعا سينسيتيو تروفوبلاست اللي هو الكفر، فيرست كفر اوف ذا فيلاي، كلام جميل. سينسيتيو تروفوبلاست عملت ايه؟ لفاجوسيتك ماشي، اما اتعمل فاجوسيتوزيس للماتيرنال اندومتريا بتاعت الام ماشي، وصلت الكابيلاريز بتاعت الاندومتريا، كلت الكابيلاري، لما تاكل الكابيلاري هيحصل ايه؟ بليدنج، نزيف، هذا الدم بتاع الام هيملى اللاكونة، يبقى اصبحت اللاكونة filled with maternal blood. كلام جميل جدا. So maternal blood begins to flow through lacunar system of the trophoblast، وسمى العملية دي يوترو بلاسنتال سيركيوليشن. هقولها تاني بالبلدي حتى دي، لما حصلت الايه؟ البرايمري فيلاي. البرايمري فيلاي الطبقة الخارجية سينسيتيو تروفوبلاست، الطبقة الداخلية سايتو تروفوبلاست. تمام، اذا الطبقه الخارجيه عباره عن ايه؟ سينسيتيو تروفوبلاست،
سنساتو تروبلاست ليها كاركتر اللي عليها فاجوسيتك اكتيفيتي، بتلتهب، تقعد تاكل جدار الرحم، تاكل جدار الرحم، وهي بتاكل جدار الرحم هيعمل هنا كده ماتيرنال بلاد فيزل، الاوعيه الدمويه بتاعت الام، هيحصل منها بليد، الدم بتاعها يتجمع فين؟ في تروفوبلاستيك لاكونا اللي هو الفراغ اللي بين الفلاي، هيصبح الفراغ اللي بين الفلاي ده مليان بدم الام، مليان بدم الايه؟ الام. الفراغ ده اسمه لاكونا، واسمه لاكونار سيستم، وهنا هيحصل حاجه اسمه يوترو بلاسنتال سيركيوليشن، وده هيبقى مصدر الغذاء بتاع الجنين. هنعرف الكلام ده في اخر سلايد اللي هو البلاسنتال سيركيوليشن. طبعا السنسيتيو والسايتو عمل برايمري، اما اتبقت المرحله يلعب بالكارت رقم ثلاثه اللي هو الاكس راي امبريوك ميزودير. اول ما الاكس راي من امبريوك ميزودير يخش بين اهو ان ذا سنتر اوف ذا تروفوبلاست، في تغيير جديد اهو، اصبحت سكندري كورونال فيلاي. لما خدنا قطاع عرض في السكندري كورونال فيلاي عباره عن ثلاث طبقات من بره لجوه، سنسيتيو تروفوبلاست، سايتو تروفوبلاست، اكسترا امبريونيك ميزودير. الاكسترا امبريونيك ميزودير ده كده حصل فيه ديفرنشيشن وعمل بلاد فيزل اوف ذا فيتس بتاعه الجنين، فيتال بلاد فيزل. اول ما الاكسترا امبريونيك ميزودير يكون فيتال بلاد فيزل هيبقى اسمها تيرشري كوريونيك فيلاي، تيرشري كوريونيك فيلاي. يبقى التيرشري كوريونيك فيلاي عباره عن ايه؟ اربع حاجات، من بره لجوه، سنسيتيو تروفوبلاست، سايتو تروفوبلاست، اكسترا امبريونيك ميزودير، اند فيتال بلاد فيزل. عند فيتال بلاد ايه؟ بلاد فيزل. طبعا الحقيقه احنا لا، الله سبحانه وتعالى لو ساب السنسيتيو تروفوبلاست، وافتكروا الكلمه دي علشان هعوزها في المحاضره القادمه، هيقعد ياكل جدار الرحم، ياكل وياكل الرحم وياكل بره الرحم، فجاه هتلاقي واحد بيتجعلك بره في الشارع، الحقيقه يا ست ايه يا عم الحاج؟ تبك طالع من ظهرك. الله ايه ده كده؟ هياكل يا بيه جدار الرحم، وبره جدار الرحم ده هياكل، يقعد ياكل عضلات لما يطلع بره. لذلك ربنا ما رضاهوش كده، عاوز يسيب الجنين جوه الرحم. اما مين بقى اللي حست بخطوره السنسيتيو تروفوبلاست؟ سايتو تروفوبلاست. اما اتعملت السايتو تروفوبلاست طلعت ما بين خلايا السنسيتيو تروفوبلاست، طلعت اهي بين خلايا السنسيتيو تروفوبلاست وعملت حاجة اسمها او سايتو تروفوبلاستيك شيل. هذا الغشاء ده كده هيفصل السنسيتيو تروفوبلاست عن الايه؟ عن المايومتر، عن جدار الرحم، علشان يوقف حركة الفاجوسيتوزيس. تاني براحة دي سنسيتيو تروفوبلاست يا جماعة مليان ياكل ياكل خلاص، هنا اتكونت التيرشري كورونيك فيلاي. انتم تيجي السايتو تروفوبلاست تطلع ما بين خلايا السنسيتيو تروفوبلاست، ما بين خلايا السنسيتيو تروفوبلاست، علشان تعمل حاجه اسمها سايتو تروفوبلاستيك شيل. هذا الشيل هيفصل السنسيتيو تروفوبلاست عن جدار الرحم، عن جدار الرحم. ليه؟ علشان يوقف الفاجوسيتوزيس اكتيفيتي اوف ذا سنسيتيو تروفوبلاست، يوقف الفاجوسيتوزيس، والا الفاجوسيتوزيس مش هيقف، وهتحصل مشاكل انتظروها في المحاضره القادمه في العيوب الخلقيه في البلاسنتا. قال ايه؟ قال ذا سايتو تروفوبلاست سيل اوف ذا ابيكال ريجون هتخترق بيرس سنسيتيو تروفوبلاست تو ميت اند ديفيوز وذ ادجيسنت وان، كل في اللاي هتقابل الثانيه هتفوا مع بعضيهم، هيعملوا سايتو تروفوبلاستيك شيل علشان تو بريفنت فرز ايروجن اوف ذا اندوميتريا باي ذا سنسيتيو تروفوبلاست،
وفي الحالة دي هتفصل فيها هنا الفيلاي بقى، مش اسمها تيرشري فيلاي، أصبحت في فيلاي تانية رقم أربعة اسمها أنكورينج فيلاي. أنكورينج فيلاي. خلاص كده يا جماعة، وإلا افتكروا الحتة دي يا جماعة في المحاضرة القادمة إن شاء الله. بلاسنتا البارير طبعا دم الأم يا جماعة موجود فين؟ في اللاكونة أهو، ده كده دم الأم أهو في اللاكونة، ودم الجنين فين؟ في الفيتال بلاد فيزل. بين الاتنين وبين بعضيهم في حاجز نوت دايركت اسمه بلاسنتا البارير. هذا البارير في أول ثلاث شهور من الحمل عبارة عن أربعة لاير، واحد سينسيتيوتروفوبلاست، اثنين سيتوتروفوبلاست، ثلاثة اكسترام برينك ميزودير، أربعة اندوثيليوم اوف ذا فيتال بلاد فيزل. ده يا جماعة اللي بشار عليه ده كده أهو، ده دم الأم وده دم الجنين، بينهم من بعضيهم أربع طبقات من بره لجوه. سينسيتيوتروفوبلاست، اثنين سيتوتروفوبلاست، ثلاثة اكسترام برينك ميزودير، أربعة اندوثيليوم اوف ذا فيتال بلاد فيزل. وهذا البارير قطره حوالي 25 مايكرون. بعد ثلاث شهور بدا احتياج الجنين يزيد، نيوتريشنال بتاعته بيزيد، علشان كده هذا الجدار حصل فيه ايه؟ ثن، اصبح رقيق ثن. علشان خاطر ثن لازم يستغنى عن طبقتين من الاربع طبقات. استغنى عن مين؟ استغنى عن سيتوتروفوبلاست والاكسترام برينك ميزودير. واصبح البلاسنتا البارير بعد ثلاثة شهور من الحمل عبارة عن واحد سينسيتيوتروفوبلاست اند اندوثيليوم اوف ذا فيتال بلاد فيزل، وده هم دول اللي يفصلهم دم الجنين عن دم الام. يبقى في اول اربع شهور، اول ثلاث شهور كان عباره عن اربع طبقات، بعد كده اصبح طبقتين سينسيتيوتروفوبلاست اند اندوثيليوم اوف ذا فيتال بلاد فيزل، وهيكمل البلاسينتا البارير او بلاسينتا الممبرين فاصل دم الام عن دم الجنين بالطبقتين دول، هو سينسيتيوتروفوبلاست اند اندوثيليوم اوف ذا فيتال بلاد فيزل. طبعا ده كده عباره عن البلاسينتا. البلاسينتا بقى اتقسمت الى قطع، ده سدوى بيزالز يا بيه. الديسيدوا بيزالز راح جاي عامله ستة في قلب الانتر فيلس سبيس اللي هي اللاكونة دي، ماشي في قلبها، وقسمتها لقطع من 15 ل 20 لوبس اسمها كوتي لودنز. يبقى لك ان الديسيدوا بيزالز هتعمل ستة اهي في الانتر فيلس سبيس، في الانتر فيلس سبيس. خلاص قسمت الهدف من كده ان هو بيزود سيف في سيريا بتاعت ديسيدوا، قسمت البلاسينتا من 15 ل 20 فص، الفص ده كان اسمه ايه؟ كوتي ليدونز. شكل البلاسينتا لها سطحين، سطح من ناحيه الام وسطح من ناحيه الجنين. واضح ان شكلها ديسك شيب، دامتر بتاعها من 15 ل 20 سنتي، وزنها حوالي 500 جرام، 500 جرام عند الولاده. قطرها في السنتر حوالي سمك بتاعها اسف سمكها في السنتر حوالي 3 سنتي، في المارجن حوالي 1 سنتي. ليها سطحين، سطح من ناحيه الام زي ما انت شايفه رف. ليه رف؟ علشان خاطر قلنا في سته قسمتها الى فصوص من 15 ل 20 فص اسمها كوتي ليدونز. من ناحيه الجنين سموث، لكن اهم حاجه من ناحيه الجنين ان هي كفرد باي ذا امنيوتيك ميمبرين وماسكه فيها امبلايكال كورد. امبلايكال كورد ده وصف بالعين، بوصفها بالعين اهو، اهو شكلها ديسك ماشي، الدامتر من 15 ل 20، وزنها حوالي 15 جرام، سمكها في السنتر 3 سنتي، في المارجن 1 سنتي. الكلام ده خلاص تمت الولاده توصفها من ناحيه الام، شكلها رف
ايه سبب الرفنس؟ عبارة عن فصوص من 15 الى 20 فص اسمها كوتيليدون، مناعه الجنين سموث كفر باي زامينيوتك ممبرين ماسك الامبلايكال كورد. بس الامبلايكال كورد ماسك من اتجاه الفيتال سيرفيس. اخر حاجه بقى عندنا هي الفيتال سيركوليشن. احنا قلنا دم الام مفصول عن دم الجنين في اول 3 شهور ب4 لايرز، ارجع لكده، وبعد كده ب2 لايرز. طيب ازاي هتتم تبادل الغازات فيهم؟ اولا الحركه هتتم كالاتي، هيجي النون اوكسجينيتد بلد عن طريق تو امبلايكال ارتريز، الارتري هنا شايل نون اوكسجينيتد بلد. هذا الدم بتاعه الجنين اهو خلاص كده، ودم الام يا بيه في الانترفيلس سبيس اللي هو جاي عن طريق سبايرال ارتريز اللي هو جاي من الديسيدوا. تمام، وقلنا ان ما بين دم الام ما بين دم الجنين في اول 3 شهور اللي هو بلاسينتال بارير 4 طبقات، وبعد اخر وبعد كده عباره عن طبقتين. اذا هناك فاصل بين دم الام ودم الجنين عبر بلاسينتال بارير. جه دم الجنين نون اوكسجينيتد بلاد اهو، ودم الام ده اوكسجينيتد بلاد، هيحصل تبادل الغازات بين الاثنين وبعضيهم عبر البلاسينتال بارير، هيرجع الاوكسجينيتد بلاد ده البارير لابس الاثنين على بعضيهم، هيرجع الاوكسجينيتد بلاد عبر ليفت امبلايكال فين. يبقى بالراحه هنا كده تاني، قال لك زفيت نون اوكسجينيتد بلاد جاي عن طريق تو امبلايكال ارتر، ارجع لمحاضره الامبلايكال كور. تمام، الانترفيلس سبيس في دم الام جاي عن طريق سبايرال ارتريز، ده ارتريز ان ذا وول اوف ذا يوترين في اليوترس. لكن دم الام مفصول عن دم الجنين بواسطه بارير، بعد ما بتتم عمليه تبادل غازات عبر هذا البارير بيرجع الدم المؤكسد عبر ليفت امبلايكال فين تو ذا فيتس. وهنا كده حصلت حاجه اسمها بلاسينتال سيركيوليشن. خلاص يا جماعه، ده كده مهم جدا نفهم المحاضره دي عشان هنبني عليها المحاضره القادمه ان شاء الله. واخيرا اشكركم شكرا جزيلا على سعة صدركم وحسن استماعكم. كان معكم الاستاذ الدكتور يوسف حسين، استاذ التشريح وعلم الأجنة. وأخيرا أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، كما أتمنى من السادة الزملاء وأبنائي الأطباء اللي هم بيسمعوا هذه الفيديوهات يشيروها للزملاء الآخرين لعل أن تعم المنفعة للجميع. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.